طيب خلونا بقى نروح دلوقتي عشان نشوف سوا ايه اهم الاخبار الرياضيه الموجوده في المواقع والصحف مع مراسلتنا العزيزه وزميلتنا مريم سميح الموجوده حاليا في موقع القاهره 24. مريم صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواندو، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما عودناكم جولة صحفية جديدة من داخل مقر القاهرة 24، معانا طبعا أبرز العناوين الصادرة صباح اليوم الاثنين في جميع الصحف العالمية والعربية والمحلية. البداية من موقع القاهرة 24، أحمد حجازي يقود الاتحاد السعودي أمام الشباب بنصف نهائي كأس محمد السادس. يستضيف فريق الاتحاد السعودي نظيره الشباب السعودي مساء اليوم الاثنين ضمن منافسة الإياب بنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وأجرى فريق الاتحاد السعودي مرانو الختامي مساء أمس بمدينة جدة، وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة. وشارك في هذا المران لاعب منتخب مصر أحمد حجازي والمعار من صفوف ويست برومتش الإنجليزي. كمان أكد موقع القاهرة 24 أن فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة أكد أن كل تركيزه الحالي بيصب على أن يكون الفوز هو حليفه في هذه المباراة حتى يصل لنهائي البطولة قبل العودة مرة أخرى لمباريات الدوري المحلي. من موقع اليوم السابع، الأندية تقترح على اتحاد الكرة إلغاء انتخابات رابطة المحترفين واختيارها بالتعيين. اقترح عدد من الأندية على اتحاد الكرة أن يتم إلغاء أو عدم إقامة انتخابات لاختيار المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة هذا الموسم منعا لوقوع خلافات حتى لا يقع خلافات حول اختيار المرشحين أو اختيار يعني رئيس هذه الرابطة أو كمان اسم نائب الرئيس. كمان أضاف الموقع أن في ظل انشغال الأندية بمباريات الدوري المقامة حاليا كان صعب جدا أن يتم هذه الانتخابات، وهو سبب أن تقترح الأندية هذا الاقتراح على اللجنة الثلاثية بالجبلية. كمان اقترحت أن يتم تعيين مكتب تنفيذي لإدارة الرابطة خلال هذا الموسم في حالة إقامتها أو تأجيلها للموسم المقبل، وده سيتم حسمه خلال الاجتماع اللي بيجمع بين اللجنة الثلاثية للاتحاد المصري لكرة القدم والأندية خلال الأسبوع الجاري. من بوابة الأهرام مونديال اليد 2021 سلبية مسحة كورونا للاعبي مصر واليابان. أعلن الكابتن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية عن سلبية جميع المشاركين في منتخب مصر واليابان لكرة اليد. كمان كان منتخب الياباني قد قام بمسحة عقب وصوله لمطار القاهرة قبل السماح له بدخول الكبسولة الطبية. وعلى الجانب الآخر منتخب مصر لكرة اليد أجرى هذه المسحة قبل الانتظام في معسكره الأخير في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية الصارمة من قبل اللجنة المنظمة واللجنة الصحية وكمان وزارة الصحة. كمان أضاف الخبر من بوابة الأهرام أن منتخب اليابان وصل إلى القاهرة صباح أمس الأحد لخوض تجربتين وديتين أمام الفراعنة يعني استعدادا لمونديال اليد مصر 2021 والمقرر انطلاقه يوم 13 من الشهر الجاري بإذن الله. من روسيا اليوم، رونالدو يتخطى رقم الأسطورة بيلي. تخطى البرتغالي كريستيانو رونالدو رقم الأسطورة البرازيلي بيلي في عدد الأهداف الرسمية بعدما قاد فريق يوفنتوس الفوز على أودينزي أمس الأحد، وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث، وكمان ساعد فريقه في أن هو يعني تنتهي المباراة 4 أهداف مقابل هدف واحد. رفع النجم البرتغالي بذلك رصيده إلى 758 هدف رسميا مع الأندية والمنتخب البرتغالي، متخطيا بيليه واللي سجل في مسيرته الكروية 757 هدف رسمي على مدار هذه المسيرة. واحتاج رونالدو إلى 1032 مباراة لتسجيل هذا الكم الهائل من الأهداف، في حين أن بيليه سجل أهدافه 757 في 812 مباراة فقط.
للأسف يعني الخبر اللي جاي ده خبر حزين على جميع جماهير ليفربول في كل مكان، من سكاي نيوز عربية وفاة مغني نشيد ليفربول You will never walk alone أو لن تسير وحدك أبدا. توفي جيري مارسدن الذي أنشد You will never walk alone، وهي الأغنية التي أصبحت نشيد لنادي ليفربول بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام والنادي الإنجليزي طبعا أمس الأحد. وكمان كتب نادي ليفربول عبر حسابه رسمي على تويتر: ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة جيري مارسدن، قلوبنا جميعا مع أسرته وأصدقائه. وأضاف كمان في التغريدة عبر حسابه رسمي على تويتر: هو جزء لا يتجزأ من هذا المكان، رحل جيري ولكن كلماته باقية معنا، لن تسير وحدك أبدا. عايزين نقول أو أضاف في التقرير كمان أنه توفي مارسدن عن عمر 78 عام وولد في ليفربول، وتبنى مشجعو ليفربول هذا النشيد أو النسخة تحديدا نسخة مارسدن وفرقته منذ عام 1963، وأصبحت واحدة من أشهر أناشيد كرة القدم في حول العالم في الساحرة المستديرة، ويتم عزفها قبل لحظات من انطلاق كل مباراة على ملعب أنفيلد. أخيرا مباريات اليوم قبل ختام جولتنا الصحفية في الدوري الإنجليزي: ساوثهامبتون وليفربول في تمام الساعة 10 مساء، وفي الدوري الإسباني فالنسيا وقادش في تمام الساعة 10 مساء. من مقر القاهرة 24 دي كانت جولة صحفية لأبرز العناوين الصادرة صباح اليوم الاثنين. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. احنا بنشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي.